سيدتي وسادتي، الطائرة المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة سوف تقلع بعد قليل. المرجو ربط أحزمتكم والتأكد من أن ستائر النوافذ مفتوحة. نتمنى لكم رحلة سعيدة على متن رحلة المونتي. على مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من برنامجكم الرياضي رحلة إلى المونديال والنهائي الحاسم. الأرجنتين يتوج بطلا لنسخة 2022 مونديال قطر. نوفل الخطابي اليوم تفرجتي في واحد الماتش ماشي عادي، تفرجتي في واحد الماتش اللي كبير كبير بزاف، 3-3 برولونغاسيون بيلانشيات. الأرجنتين وميسي كيدي اللقب اللي كان كيحلم به هذه سنين. بطبيعة الحال مباراة الفينال راه ضروري ما خصهاش تكون بحال ما كتكون فيها المفاجأة. من الحوايج اللي عجبوني انه باش تكون خسر بجوج فينال وما هبطتيش يدك في الدوزيام ميطون، جو بونس في الدقيقة 63 عاد مارك الاولى يعني من وراها، يعني ماشي بزاف عدلتي النتيجة. من الحوايج اللي كيبينوا على ان اللاعبين الفرنسيين لاعبين كبار، موالفين يلعبوا تحت الضغط، يعني شفنا لعبوا داروا اللي في جهدهم، كتبقى كره و كدبش عليك. نقدر نقول لك اللي ربح هذا الماتش هو كيف ما كنقولوا روح الفريق. المنتخب الارجنتيني كان باغي يدير كاع اللي في جهده، حيت عارفين سي لا ديرنيير كوب ديال ليونيل ميسي، يعني باغي يحاولوا ما امكن انهم يديروا اللي في جهدهم. هو كذلك هو مثال، شفنا باللي نقدر نقول لك اول عام غيب لك ميسي كيتقاتل، يعني كيطلع ويهبط ميسي. نقدر نقول ان هز الارجنتين فوق كتافو، حقق يعني الاهم هو التتويج بالكاس الذهبي، كاس العالم هو الحلم ديال ميسي من شحال هادي، جاب الارجنتين بعد مارادونا كيصبح ميسي هو الاسطوره ديال الارجنتين الاول. ما خلات حاجه دابا ما داه دا كلشي، راه ما كيبقاش غير اسطوره ديال الارجنتين، ديال كره القدم دابا. يعني السيد وصل لواحد ليفل اللي كبير. يعني نقدر نقول لك الحاجه اللي عجبتني هي انه مبابي 23 وما 23 سنه بدا 363 يوم، بدا بواحد الجهد، بدا بواحد الجهد ماشي عادي. يعني راه في هذا الماتش هذا راه كانت البدايه ديال الكارير، وواحد سالا كارير يعني في نفس الماتش 11 ديال الله عبادي، واحد سالة لاعبين ضد بعضياتهم، من الحوايج اللي كيبقاو غريبين في كرة القدم. هنيئا المنتخب الارجنتيني، انا عارفني عندي شوية مع الارجنتين. الله ان شاء الله الارجنتين ارجنتينا المنتخب العريق كيتوج باللقب ديالو. وميسي اليوم واحد سعادة كبيرة لميسي بعد التتويج باللقب الغالية. الأرجنتين يعني في بداية ديالو، في مشوار ديالو في كوب قطر، في مونديال قطر، بدأ على مشوار متعثر. خسارة الأولى ضد المنتخب السعودي بجوج لواحد خلات نقولوا المنتخب الأرجنتيني واحد الاستفاقة قوية. ماشي هو راه في لاكوب اللي دات لاسبار كان الماتش الأول اللي خسرات فيه. بطبيعة الحال الكرة كتبقى كرة، يعني ديما كتلقى عنصر المفاجأة كاين، يعني ما تعرفش شنو يقدر يوقع في الماتش. كيف ما شفنا اليوم ماتش كان ما تقدرش تحسبه، يعني راه لا حتى شفنا الارجنتين 3-3، شفنا الارجنتين في الشوط الاول يعني 2-0 كانت متحكمه بزمام الامور، كلشي قال باللي الماتش سهله، الارجنتين كانت قويه. المشكل اللي كان وقع في ديك لابيرود كانت فرنسا هبطات يديها ولات لعبها لور، يعني ولات كتاكل الدق وساكته. بار كونتر واحد شويه شفنا واش المدرب ديكلارا باش الخطه تبدل، ولا هما ما صافي مابقاوش راضيين على ديك الخطه بدلوها. لكن الضربه الجزائيه اللي رجعت الروح للمنتخب الفرنسي، هي انا معاك، ولكن كيفاش جات؟ راه مش كانوا لاعبين لور وباس وصافي طاحت، لا الناس راه بيكا هبطوا ولعبوا كل شيء لهم، لعبوا بالثقل كامل كيف ما كنقولوا باش يحاولوا ما امكن انهم غير داك هدف لحفظ ماء الوجه وصافي. حتى ولاو 3-3
مبابي نقدر نقول هو المنقذ المنتخب الفرنسي في الشوطين الاول والثاني والاضافيين طبعا. بالنسبه لي انا احسن لاعب في المباراه ديال اليوم هو مبابي. مبابي 11 هدف في المجموع يعني الاهداف اللي سجلها في هذه النسخه هذه 23 سنه. تصدر قائمه الهدافين ديال لاكوب. تصدر قائمه الهدافين مبابي اليوم دار واحد المباراه ماشي عاديه. ضربه جزاء اللي سجلها الاولى بعد كيجي الهدف الثاني كيمشيو الاشواط اضافيه فون وكيسجل الهدف الثالث وكيعيد عاوتاني كيعاود يرجع المقابله لنقطه صفر. لكن الارجنتين في ضربه الجزاء ما كانت حاضره يعني سجلات اربعه ديال الاهداف في حين المنتخب الفرنسي ضيع جوج ديال الركلات ديال الجزاء. قدر نقول لك كان مشكل ديال التركيز ديال اللاعبين. طبيعة الحال المقابله ديال الفينال مش مقابله اللي سهله اللي سير لعب بيلانتي وصافي. كتراها راه كتوقف غتيرا راه كتحس براسك تقول ديال فرنسا كامل هز فوق كتافك راه كلشي حاضيك شي باغيك تمارك ومن الاخر كيقول لك لا ما باغيش ماركي. يعني من الحوايج اللي صعاب ماشي سهله انك ماشي سهله خاصه في نهائي ورئيس الدولة حاضر رؤساء دول حاضر بخصوص فرنسا رئيس ديال البلاد كيتفرج فيها ترجع شاد تقول لي زلق لي السباط ما يمكنش. كتبقى مقابلة كرة القدم في كل الحالات. مكذبش عليك اكثر حاجة عجبتني اكثر حاجة خلاتني نتفرج في الماتش هي ديك لا غرينتا اللي شت. يعني كلشي باغي ماركي كلشي باغي لا كوب خصوصا المنتخب الارجنتيني. نقدر نقول لك الماتشات اللي كنتي كتحس بهم في لا كوب كاين الماتش ديال المنتخب الوطني بطبيعه الحال والماتش ديال المنتخب السعودي والارجنتين كان كنتي كتحس بها كره. عندك الماتش ديال الاسبان والالمان تا هو حسيتي كورة ديال بصح ماتش ديال فرنسا والانجليز قوي ديال المنتخب اللقاءات الاخرى والمنتخب الاسباني اللي مشى لضربات الترجيح. لا اللقاءات ديال المنتخب كاملين باش كلهم فاهم راه كنتي كتشوف واحد لاغرينتا ما يمكنش من اول ماتش كرواتيا حتى لاخر ماتش. يعني كنتي كتشوف باللي ماتش كتحس براسك راه كتفرج راه فعلا هادو لاعبين لاكوب. ماتشات اخرى نقدر نقول لك لا كان كيجوني دي ماتش وصافي. يعني راه كتفرجهم في البداية كتقول راه هادي رابحة وهادي خاسرة. ميسي نوفل كيصبح أكثر لاعب يعني كيشارك في مونديال كأس كؤوس العالم من صح التعبير نوفل ب 26 مقابلة. ميسي أرقام قياسية غادي وكيحقق أرقام قياسية ماشي عادية سال الكارير ومازال كيحطم في الأرقام القياسية نوفل خاصهم يدوروا هومي يحطموا الرقم ديال ميسي. وراه كتسمع في المدرجات ميسي 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 كيبقى ميسي مع ميسي واخا تعما تقول كيبقى ميسي. عنده جوج مخاخ مخ هنا ومخ في رجله. احصائيات قلتي مخ في رجله القدم القدم اليوم نوفل اللي مليا كيدير كونترول باليمنيه وكيباكي بها وكيجري اللي مليا غير بوحده سجل بها 100 بيت في المسيره الكرويه ديالو اللي مليا ديك اليمنيه ياك كيجري كيدير بها كونترول دبال هي وهي نيت اللي كيعفط عليها باش كيزيد الجريه وهي نيت باش كيتير هي ماشي عادي هذا خاص يكون فيها مخ صافي خاص يكون فيها مخ. نوفل شفنا امور ايجابيه خلال حفل التتويج ديال المنتخب الارجنتيني بالنسخه يعني ديال 2022 امير قطر كيعطي الوشاح منين ما دارش ليه الكشخه ما دار والو كيعطيه دارش ليه الكشخه ما دار ليه الكشخه فكرني بالكشخه كشخه مكشوخه الكشخه هي كشخه فرنسا هي الزيرو جمع ميسي فاش ضرب هذيك ماشي الكشخه الشيخ ميسي الشيخ ميسي نوفل المنتخب الارجنتيني حقق الاهم وميسي يعني صافي سال الكارير ديالو بكاس العالم ومازال كيحطهم في الارقام القياسيه. ما تنساش المنتخب المغربي راه كان كيتفرج المنتخب المغربي كان حاضر طبعا تما في النهائي كتعجبني هذا انك تعاود انت عاوتاني زعما راك فكرتيني فيه لا زعما قلت شي وحدي لا ما حضرتش الفينال لا المنتخب المغربي طبعا حضر في النهائي ديال الارجنتين وفرنسا وطبعا غيكون احتفال ان شاء الله غدا في مدينه الرباط لحظه وصول المنتخب الوطني. نوفل وقيلا انت غتهز الطوموبيل لا لا غتكون انت لا هاد الساعه غتكون فرقني يعني انا اي
سال الكوب دي موند انا بعد مني انا غنبعد منك مازال تابعنا حلقات اخرى ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله نوفل غدا ان شاء الله الوصول للطائره ديال البيت ديال المنتخب الوطني المغرب بعد التتويج او نقولوا زعما التتويج علاش نقولوا التتويج هذاك قطريا بلاص نقولوا 11 مونديال ماشي التتويج قطريا بلاص للمنتخب الوطني ورابع افضل منتخب في العالم بعد بلوغ الربع النهائي وصناعة التاريخ من حروف وكتابته من حروف من ذهب غدا غادي نشوفوا البعثة ديال المنتخب الوطني ان شاء الله كنتمنوا لهم رحله تكون يعني سعيده بطبيعه الحال سعيده مصر طالعين كطريا مستعد استقبال ملكي في انتظار نعم كاين استقبال ملكي من الحوايج اللي كتفرح كل شيء يعني كاع اللعابه اي واحد تقول لي راه عندك استقبال ملكي غيفرح من الحوايج الزوينين اللي كيوقعوا انه كيتم استقبالهم من طرف جلاله الملك غيستقبلوهم في القصر كنظن غتكون مأدوبة عشاء غالبا ما نكذبش عليك يعني اي واحد غدخل تسولو في اللعبه تقول لي غدا غيقول لك غدا احسن من هادشي اللي دوز في لاكوب لحظات يعني ما كتنساش باش خالد باش تدخل عند 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 صاحب الجلاله ماشي من الحوايج الساهلين ماشي من هب ودب يعني ماشي اي حاجه درتيها غتقدر تدخلك طبيعه الحال غير بحكم ان الاستضافه ديالهم كتبقى انجاز تاريخي. حدث انجاز يعني باش تتوصل تدخل عنده القصر يعني درتي شي حاجه اللي خليت المغاربه كاملين فرحانين كنعرفوا ان جلاله الملك يعني متتبع الشان الكروي ومتبع جميع الميادين ماشي غير الشان الكروي خصنا نعطيه اهميه للمنتخب الامور يعني الرياضيه خصوصا ان الان في المغرب في طور يعني تقديم عروض جيده في كره القدم الوطنيه بطبيعه الحال والحمد لله راه ما بقاتش غير عندنا غير هذه وصافي غنمشيو نريحو نتفرجوا دابا مازال عندنا كاس العالم الانديه اللي غادي ننظموها مازال كاس الانديه مازال كاس العالم فتيات مازال كاس العالم قبل 17 سنه مازال عندنا مازال خير يعني باقي المغرب مشارك باقي فوزي القجع ما يريحش مازال ما غاديش ياخذ راحه مازال باقي الطياره وبقى غادي من هنا لهنايا وفي كل الحالات كنتمنوا الخير لجميع الفرق اللي مشاركه منهم فريق الوداد البيضاوي اللي مشارك في دوري ابطال العالم والمنتخب النسوي والمنتخب اقل من 17 سنه كنتمنوا المشاركه ديالهم تكون مشاركه مشرفه طبعا ما كرهناش ان في لاكوب اللي مشاركه فيها الوداد بحكم انها كاينه في المغرب مكرهناش ديها مكرهناش على الاقل تكون غير وصيف كما فعل فريق الرجاء الرياضي اللي كانت لعبات هنا في المغرب نتمنوا انها تبقى عندنا في المغرب نسخ طبعا اللي كانت ناجحه نتمنوا ان فريق الوداد الرياضي حتى هو يبلي البلاء الحسن كذلك نتمنوا المنتخب النسوي انه كذلك يبلي البلاء الحسن في المشاركه ديالو لا خوف على كره القدم المغربيه نتمنوا الخير وباقي الخير القدام باقي الخير نوفل كانت هذه اخر رحله الى المونديال المونديال ان شاء الله قطعنا الرجول الطياره غديماري دابا نوفل كنشكروك على الحضور ديالك شكرا تمتعتينا في خلال التواجد ديالك خلال فتره المونديال كامله شكرا نوفل كنشكروك مره اخرى مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر الارجنتين بطل لنسخه قطر 2022 نضرب لكم موعد آخر في بث جديد وإلى اللقاء سيدتي وسادتي الطائرة المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة سوف تقلع بعد قليل المرجو ربط أحزمتكم والتأكد من أن ستائر النوافذ مفتوحة نتمنى لكم رحلة سعيدة على متن رحلة المونديال